لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله وأصلا بما سبق من الحديث حول وقفاتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها الدروس والعبر نتحدث اليوم عن قطعة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وحديثنا اليوم حديث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وما واكب ذلك من أحوال وإن شئت فإن حديثنا سيدور على عناصر هي الأحوال التي واكبت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وطفولته وصباه وهذه العناصر أولها البشارات وثانيها الإرهاصات وثالثها الميلاد والنسب ورابعها حياة الطفولة وخامسها حياة الصلة وسادسها حياة الشباب والرجولة وآخر ذلك الرعي مدرسة الأنبياء التربويين أما أول ذلك فهي البشارات التي بشرت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته بعد ذلك فإنه كما سبق في الحديث السابق أن العالم كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الضلال والجاهلية والشرك بالله عز وجل والتأخر والرجعية في كل نواحي الحياة وإن كانت بعض الأمم لها شيء من التقدم المادي إلا أن الأمم جميعا كانت تشترك في التأخر العقائدي والجاهلية والشرك بالله عز وجل وأراد الله عز وجل أن يخرج البشرية من هذا الضلال فسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج يأتي عادة بعد زيادة أمر الشدة واشتدادهم والنور يأتي بعد الظلمة الشديدة فكان ولا بد في سنة
الله سبحانه وتعالى أن يظهر نور الفجر بعد هذا الظلام الحارق الذي عم البشرية. وكان أحسن الناس معذرا مع اشتراكهم مع بقية الأمم في التخلف والرضعية والجاهلية والشرك، كان أحسن هؤلاء معدنا هم العرب كما سبق ونوهنا لذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من نسبهم ومن أرضهم، إذ أنهم أفضل الناس معدنا على وجه هذه الأرض. ولذلك كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إشارات كثيرة بشرت بميلاده وبعثته صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه البشارات ما جاء على لسان الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وما جاء في خبر الأمم، وما جاء في خبر الكتب. فمن هذه البشارات إشارة نبي الله إبراهيم ودعوته عليه السلام بأن يجعل الله عز وجل في هؤلاء من يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويتلو عليهم آيات الله عز وجل. وكان ذلك بالاشتراك مع ابنه النبي العربي بعد ذلك، أي الذي صار هو جد النبي صلى الله عليه وسلم العربي إسماعيل عليه السلام. فكان الدعاء منهم يبشر ويخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته بعد ذلك. وقد ظهر ذلك واضحا جليا يوم وقف إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام يبنيان البيت ويسألان ربهما سبحانه وتعالى ويدعوانه. فكان من دعائهما الذي حكاه الله عز وجل عنهما في القرآن أن دعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث في هؤلاء الذين هم أهل هذا البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت دعوة إبراهيم. ثم كذلك كانت بشارة المسيح عليه السلام، فقد بشر المسيح عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الإنجيل ومن قبله في التوراة. ولما جاء المسيح عليه السلام دعا قومه لعبادة الله وحده، وأخبرهم أنه سيأتي من بعده كذلك رسول ونبي عظيم كريم اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل حكاية عن ذلك: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاء خبره صلوات الله وسلامه عليه صريحا على لسان المسيح عليه السلام، بل وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين في كلامه هو صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يوحى إليه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشمس أيام ولادته صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على أن دينه سيخرج عن هذه المنطقة، وأن مركز دينه في آخر الزمان سيكون في أرض الشام. وكذلك جاء خبره في التوراة وفي الإنجيل، ولقد ثبت ذلك في كتبهم وإن كانوا حرفوا كثيرا منها، ولقد ذكر الله في القرآن ما يدل على ذلك لما أثنى الله تعالى على بعض مؤمني أهل الكتاب وذكر من حالهم، قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فثبت الله عز وجل، أثبت الله عز وجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته أن ذلك مثبوت في التوراة وفي الإنجيل كذلك. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد جاءت البشارات الكثيرة تبشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتخبر بأنه سيكون نبي آخر الزمان. وكانت هذه البشارات يعرفها أهل الكتاب أكثر من سائر أهل الأرض، حتى أنهم كانوا يستفتحون على المشركين من العرب، أي كانوا إذا اختصموا وخاصم بعضهم بعضا، أي هم العرب، استفتحوا على المشركين من العرب، أي قالوا: يوشك أن يظهر النبي الذي سنقاتلكم معه. لكنهم كفروا به لما ظهر، عصبية لليهودية وللنصرانية، كفروا به لأنه كان من العرب. ولذلك قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكانت البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده وقبل بعثته تدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. واما اليوم يا صاح فهي كثيره، لكننا ناخذ منها حدثا واحدا، وهو اعظم حدث في هذه الكوهاصات تقريبا، الا وهو حادثه الفيل. تلك الحادثه التي كانت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء يؤرخون ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الفيل. وهذه الحادثة كانت لها إشارات عظيمة وإرهاص، وهي بمثابة الإرهاص أو الإرهاصات التي بين يدي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. وكانت لها إشارات عظيمة كثيرة تدل على أن هناك أمر سيكون في هذه البقعة وعند هذا البيت. ذلك أن جيشا من الحبشة قصد مكة يريد هدم الكعبة، يخوضه عامل من عمال النجاشي النصراني الحبشي، وكان عاملا له على اليمن، يقال له أبرهة. وكان هذا الرجل قد حمله الغضب على أن يأتي بهذا الجيش إلى مكة يريد هدم الكعبة، وذلك أنه كان قد بنى كنيسة عظيمة في أرض اليمن يريد بها أن يصرف العرب عن حجهم إلى بيت الله الحرام. وكان أهل اليمن عربا يقصدون البيت الحرام ويعظمونه، فبنى هذه الكنيسة يريد أن يصرف العرب عن البيت الحرام. فلما
سمع العرب بذلك غضب رجل من العرب وتوجه إلى هذه الكنيسة ليلا ودخلها وتروق في محرابها، ثم أخذ عرضه ونمس بها هذه الكنيسة ومحرابها. فلما أصبحوا ووجدوا ذلك أخبروا أبراهة بذلك، فغضب وحلف أن يقصد مكة ليهدم كعبة العرب، وبالفعل توجه بجيشه هذا يريد هدم الكعبة. وقد حكى الله عز وجل لنا في القرآن قصة هذه الحادثة، فجاء أبراهة يريد هدم الكعبة فقصد مكة، وكان كلما لقيته قبيلة من قبائل العرب في طريقه هزمها وقتلها حتى وصل إلى مشارف مكة ووقف عليها وحاصرها حتى كانت وفادات، وخرج إليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما رأى من بطشه وشدته وقهره طلب ابنه التي كان قد أخذها وقال له إن للبيت رب سيحميه. وانصرف عبد المطلب وجمع أهل مكة وانحازوا إلى الجبال والشعب، فقام هذا الظالم يريد الكعبة أي يريد هدمها، وكان يقود جيشه من القوة فيل عظيم، فأراد أن يوجه هذا الفيل لهدم الكعبة، فكان من آيات الله ما كان أن يمتنع الفيل، وكلما وجهه إلى الكعبة يمتنع، وأما إذا وجهوه إلى أي جهة أخرى يسير، فكان الأمر فيه شيء يدل على عظمة هذا المكان، لكن الله أصر على ما أراد، فحاول المرة بعد المرة، فلما كان ذلك الإصرار حمى الله عز وجل بيته، فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول كما ذكر الله في قرآنه. وهزم أبراهة وهزم جيشه وسمع العالم كله بهذه الحادثة، وهذا من تقدير الله عز وجل أن يكون هذا الأمر على هذا النحو ليسمع العالم كله بهذه الحادثة. أن الحبشة كانوا خلفاء الروم، والفرس كما تعلمون يتربصون بالروم والروم يتربصون بالفرس، ولذلك لما هزم جيش أبراهة على هذا النحو سمعت بذلك الفرس والروم، فكانت الفرس مسرعة إلى أرض اليمن، ولذلك انتشر الخبر في العالم كله، وذلك مما يشير إلى أمر عظيم ألا وهو أن لهذه البقعة ولهذا البيت شأن عظيم، وهذه إشارة عظيمة. ثم إنه لو خرج بعد ذلك من هذا المكان ومن هذه البقعة ومن هؤلاء القوم من يدعي النبوة فإن أمره قد قدم بعد ذلك له، وإن أمره لا يستغرب عند ذلك، ولذلك أراد الله عز وجل فشريف بيته بهذه الحادثة الذي سيكون قبلة هذا النبي، وأراد الله عز وجل تشريف هذا النبي الذي سيخرج من هذه البقعة بهذه الحادثة التي يسمع بها العالم كله. ولذلك كانت حادثة الفيل من الإرهاصات العظيمة التي تنذر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد 50 يوم من هذه الحادثة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد الظلمة نور، وبعد الشدة فرج، فكان الفجر المنير بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما من هذه الحادثة، وكان حملا في بطن أمه
حتى أن العلماء كما ذكرنا يؤرخون لميلاده بذلك، فيقولون ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في شهر ربيع الأول. ثم لما ولدته أمه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما، وذلك أن أباه قد مات وهو جنين في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. فلما ولدته أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء عبد المطلب فحمله استبشر فتوجه به إلى الكعبة ودخل البيت ودعا الله عز وجل وشكره على هذا الرزق وسماه يومها محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الاسم معروفا في العرب كثيرا، فسماه جده محمدا ليوافق ما اراد الله عز وجل. ولذا ونحن نتكلم عن الميلاد لا بد ان نذكر شيئا يسيرا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر لك عظيم شرف هذا النبي الكريم. فلقد كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم اشرف النسب الذي عرف على وجه هذه الارض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق من اشرف نسب، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه: ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانه هو كنانة بن خزيمة، واصطفى من كنانة قريشا وهو فهد، وهو الذي نقل بقريش، وهو الذي تنسب إليه القبيلة العظيمة التي ينسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه شريف ينحدر إلى أن يصل إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام من ولده إسماعيل. ولذلك فنسب النبي صلى الله عليه وسلم يبرز لك في أشخاص تذكرهم ستدور أحداث كثيرة حولهم. أول هؤلاء الأشخاص هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنسب إليه أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تلقب أسرته صلى الله عليه وسلم به، فهي أسرة الهاشمية نسبة إلى هاشم هذا. وهاشم هذا سمي هاشما ولم يكن اسمه الأصلي هاشما، إنما كان اسمه عمرو، لكنه سمي بهذا الاسم لعظيم كرمه وسخائه، فقد كان سخيا كريما، حتى انه سمي بهذا الاسم لانه كان يهشم الخبز للحجيج، ولذلك سمي هاشما. وذلك انه كان منذ صغره يحب هذا العمل، ولما كان سيد قومه كان قد تولى الرياسه والرفاده والسقايه للحجيج، وكان هاشم هذا هو أول من جعل ذلك في الحجيج وبرز فيه، وكان يفعل كثيراً كثيراً للحجيج، ولذلك سمي هاشم. وهذا أيضاً يدل على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف فيه الكرم والسخاء. ثم كان جده الذي بعده عبد المطلب، وهذا الجد هو ابن هاشم، وهو عبد المطلب واسمه الحقيقي شيبة، وإنما سمي بعبد المطلب نسبة إلى حادثة أو موقف، وهو أنه لما ذهب عمه المطلب أخو هاشم يأتي به ودخل به مكة صغيرا، ظنه الناس عبدا له، فقالوا عبد المطلب، فسمي بهذا الاسم وظل معه. وعبد المطلب هذا كان شريفا سيدا في قومه، وكان وجيها
وكان مصرا وكان يفعل ما كان يفعل آباؤه بل فعل أكثر مما كان يفعل هاشم. فكان أيضا يقوم على إفادة والسقاية ووفادة الحديد وإكرامهم والسخائهم. وأما والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن عبد المطلب، فهو من أفضل أولاد عبد المطلب، وكان أفضلهم وأحسنهم وأعفهم، وكان أحب أولاد عبد المطلب إليه. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ارتبط به قصة ذكرها كثير من أهل السير وإن كان ضعفها بعضها، أن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعرض لحادثة أيضا زادته شرفا به سمي بالذبيح، وذلك أن عبد المطلب كان قد اكتشف بئر زمزم بعدما طمست وردمت، إذ أن دورهم لما خرجوا من مكة يوم خرج أرادوا معاقبة أهلها لما اعتدوا عليهم، فطمسوا بئر زمزم وظلت مطموسة إلى أن أرى الله عز وجل عبد المطلب في منامه ما يكون فيه أمر بأن يحفر في مكان معين وأنه ستكون فيه بئر زمزم، فذهب عبد المطلب وحفر المكان وكانت بئر زمزم مرة أخرى، وهذا شرف لعبد المطلب. فنازعته قريش بهذا الشرف حتى اشتد النزاع، لكن عبد المطلب ما كان يقدر على صدهم ولا ردهم لأنه لم يكن له من الولد ما يمنعه منه. فحلف عبد المطلب لو رزقه الله عز وجل بعشرة من الولد وهم الذين يظن أنه يمنعونه لأذبحن أحدهم عند البيت قربانا لله عز وجل. فلما رزق العشرة من الولد جاء فأجرى الجرعة عليهم فخرجت على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فجاء ليذبحه فقام إليه قريش فمنعته، واقترحوا عليه أن يقوم بالاختراع عليه من خلال الأقداح بأن يجعل في جهة الإبل وفي جهة أخرى عبد الله، فكان يضرب القدح بعشرة فلا يزال يزيد، وفي كل مرة يخرج القدح على عبد الله إلى أن وصلت مئة من الإبل فداءت على الإبل ففداه بمئة من الإبل، وهذه صارت الدية في العرب بعد ذلك وأقرها الإسلام. فكان والد النبي صلى الله عليه وسلم له قصة تشبه جده الأعمى إسماعيل، ولذلك فروي في بعض الأخبار أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبي حليم. إذا فوالده صلى الله عليه وسلم شريف من نسب شريف من وسط شريف، وأما أمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، أي قرشي يجمعه قرشية يجمعها بالنبي صلى الله عليه وسلم في النسب الجد، فهي أمه. وكذلك أيضا كانت تلتقي مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وأبوها سيد قوم، فأبوها سيد بني زمرة، وهي أشرف فتاة في قريش يومئذ أمينة بنت وهب. فزوج عبد المطلب ابنه عبد الله آمنة بنت وهب، فكان أشرف النسب من جهتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولدته أمه قال صلى الله عليه وسلم رأت أمي أنه قد خرج منها نور أضاءت له قصوش، وكان هو النور صلى الله عليه وسلم الذي سينير للبشرية بعد ذلك طريقها ويخرج الناس من الظلمات إلى النور و
وهذا واضح والحمد لله. فهذه الملايين وهذه الأعداد الكبيرة التي تدين بالله التوحيد إنما هي كلها بفضل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الولادة المباركة والنسب الشريف. أما الطفولة، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طفولة مباركة وإن كانت حزينة في ملامحها، كثيرة الآلام. فلقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبيه وهو في بطن أمه، وولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماتت أمه بعده بست سنوات أو بأربع على قول بعض أهل السير، فأصبح يتيما الأبوين. ثم انتقل إلى جده فكان في كفالته، ثم مات جده انتقل إلى عمه فكان في كفالته صلوات الله وسلامه عليه. فكانت طفولة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرها حزينة كثيرة الآلام، إذ يفقد أباه ثم أمه ثم جده ثم عمه بعد ذلك في الكبر. وهذه الطفولة كانت بتقدير من الله عز وجل. أراد الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم منها أحسن ما يراد من المخلوق، إذ أن الله عز وجل أراد له أن يكون في رعايته وحده وفي كلئه وحده سبحانه وتعالى، حتى قال له ممتنا: ألم يجدك يتيما فآوى؟ أي أن الله عز وجل هو الذي آواه في ابنه. ولذلك كانت أعظم تربية وأحسن تربية، وإن كانت ملامحها الظاهرة حزينة لما، وهذا أيضا فيه منافع عظيمة، إذ أن الآلام والأحزان تنزع القسوة من القلوب وتبعد الإنسان عن الكبر. فالإنسان الذي يعيش حول الآلام وتحيطه الآلام وتحيطه الأحزان أبعد عن غيره من الكبر والقسوة. ولذلك كلما كثرت الأحزان حول الإنسان كلما كان ذلك سبب في تضرعه وانكساره لله عز وجل. ولذلك كانت هذه الطفولة لها أثر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الله عز وجل له بها قلبا هو أرحم القلوب وأرق القلوب وأقام من الكبر والقسوة، فكان أرحم قلب في قلوب الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأراد الله عز وجل له ألا يكون بين الأبوين، فربما فسدت تربية كثير من الأبناء بسبب التدليل من الآباء، وهذا أكثر ما يحدث من الخلل في الأبناء يكون بسبب تدليل الآباء. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عن ذلك، فكان في حفظ الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد التمس له جده عبد المطلب مرضعة من مرضعات البادية، وكانت هذه عادة عند العرب أن يلتمسوا لأطفالهم المرضعات من البادية، لأن جو الحرب فيه من الأمراض ما كانوا يخافون على أولادهم منهم، فكانوا إذا ولد الصغير أرسلوه إلى مرضعة في البواد ترضعه في جو البواد المفتوح لينشأ قوي البدن سليما الأعضاء كذلك فصيح اللسان، إذ أن أهل البادية كانوا أحسن الناس لسانا. فالتمس له جده المرضعات، ولما كان هذا الأمر كان من علامات ومظاهر البركة
حتى أن مرضعته الثانية وهي حليمة السعدية التي أخذته تحكي عددا في حديث وفي خبر طويل. ملخص هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد فكان أول من أرضعه ثويبة أولاد بأبي حبيب، ثم لما التمس له جده المرضعات جاءت مرضعات قبيلة يقال لها قبيلة بني سعد، جئنا يطلبن الرضاعات. وتحكي هذه المرأة حكايتها مع النبي صلى الله عليه وسلم جملتها أنهن لما جئت قالت جئت ومعي نحن نركب الأركب أتان ضعيفة حتى شق ذلك على الرفق والصحب أي ألف الحمار، وكان لزوجي شارف مسنة أي ناقة مسنة لا قبضت بقطرة لبن، وكان لي ولد أحمله رضيع لا ننام منه الليل من شدة الجوع حيث لا أجد له شيئا من الرضاعة. قالت فإن مكة نلتمس الرضاعات ونلتمس عائد آبائهم علينا. قالت فعرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم فما من امرأة منا إلا رفضته، كل واحدة تقول ماذا يفعل جده وأمه، وهي تريد ما يكون من الأب على عادة الناس أن الآباء أكثر في البذل. قالت فلما هممنا بالعرض وكانت كل امرأة ممن جئنا معي أخذت رضيعا إلا أنا، قلت لصاحبي لا أرجعه لغير رضيع، والله إني لو أريد أن أرجع فآخذ هذا الرضيع جزيلا. قالت فقال لي لا عليك إن فعلت عسى الله أن يجعل فيه بركة. فكانت كلمة الرجل وظن الرجل كما رجع ربه سبحانه وتعالى. رجعت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، قالت وما مني وضعته في حجره حتى التقم ثديائي فكان له ما شبع وما زاد حتى رضع ابني ونامه. قالت ثم نظرنا في شارفنا الذي كانت لا تبض بخطره فإذا هي حارب، ولما هممنا بالرجوع رقدت على أتاني الضريف فإذا هي تشتد تسبق القوم حتى شق عليهم ذلك، فجعلوا يقولون يا ابنة أبي ذؤيب أليست هذه هي الأتاني التي جئت بها؟ قالت أجل. قال وما حدث؟ تقول لا أدري. قالت فلما رجعنا إلى بلادنا تقول والله كانت بلادنا أشد بلاد الله في هذه السنة جدبا، فلقد كانت سنة شهداء وما يوجد في أرضنا نبت ولا زرع. قالت فلما رجعنا كنت أطلق غنمي فتروح وتجيء تحمل الضرع العظيم ويذهب الناس برعيهم ويرجعون من غير شيء، حتى أن الناس جعلوا يقولون لرعيانهم اذهبوا حيث يذهب راعي ابنة أبي ذؤيب، شوفوا يرعى فيهم روحوا معه. والكل لا يعرف أن البركة في هذا الرضيع صلوات الله وسلامه. قالت فعشنا سنتين ونحن نرى ما نرى من البركات والخيرات على يد هذا الرجل. فلما انتهت السنتان للنبي صلى الله عليه وسلم فقمته ورجعت به الى امه وهي تطمع ان يرجع معها لما له من عظيم البركه. قالت فلا زلنا بامه نقول لها لا نريد ان يبقى فان امراض الحضر فيها كذا وكذا وكذا حتى رجعنا به مره اخرى. ولعلنا هنا نقف وقفة سريعة، أن البعض ربما يقول كيف
فإن العرب كانوا يرسلون أطفالهم إلى الرمة إلى المرجعات ثم يرتبونهم بين الحين والحين يوم يكون عليهم للمنافع التي ذكرناها. أما الذين يبتغون مثل هذه الحياة التي نعيش فيها فقد رأينا المسالك والشرور التي نشأت من هذه الحياة الحضارية التي يعيش الناس فيها في ضيق شديد في كل شيء، حتى أنك تلحظ آثار هذا في تصرفات الناس وأحوالهم وكلامهم وأسلوبهم وشدة ما هم فيه من العصبية نتيجة الضيق الذي يعيشون فيه. ولذلك كانت الحياة المفتوحة في البادية لها منافع عظيمة سواء في القريب أو في الحال. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم معه وابنته وأمه من الرضاع حليما في السنة، وظل عندها إلى أن بلغ 4 سنوات ولم يرجع إلا بعد حادثة شق الصدر التي خافت على إثرها حليمة أن يكون قد أصاب بشيء فأرجعته إلى أمه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب ذات يوم مع الغلمان وهو في هذا العمر، فجاء جبريل فنزل فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم شق صدره واستخرج قلبه ثم أخرج منه على قدم ثم غسله في طسق بماء زمزم ثم قال له هذا حظ الشيطان منك، أي هذه العقل، ثم أعاده ولأمه مرة أخرى في صدره. فرآه الغلمان وهو على هذا النحو فضموه قد أقمناه فرجعوا إلى أمه فأخرجه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير شاحب الوجه منتخي عن دمه، فخافت أمه عليه فأرجعته إلى أمه في مكة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه في مكة وما لبث طويلا حتى خرجت أمه بعد سنة أو سنتين تريد زيارة قبر أبيه فماتت وهي في الطريق. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين فآواه جده عبد المطلب، فما لبث كثيرا حتى مات كذلك عبد المطلب فآواه عمه أبو طالب. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة الطفولة على هذا النحو. أما حياة الصلة فلقد كانت في بيت أبي طالب، في بيت عميه الحنون كذلك الشهيد. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما في صلته وفي كتابه، فلقد نفعه هذا وإن كان قد نفع الشر، فإنه يعذب في نار جهنم عذابا أخف من سائر أهل الأرض بسبب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه. ربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب ونشأ فيه، وكذلك كانت هذه التربية في حفظ الله وكلائه ورعايته وإيوائه، كما قال الله لهم ألم يجدك يتيما فآمن. ولذلك حفظه الله عز وجل في صغارهم وفي صلاحهم وفي شبابهم وفي رجولتهم من كل أناس الجاهلية. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو نعيم في دلاله بن عمر قال عن جابر عن ابن عباس أن أم أيمن الحبشي أخبرته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صغره، قالت كان لأهل مكة عيد يخرجون له لصنم من أصنامهم، وكانوا إذا خرجوا لهذا الصنم في هذا العيد يخرجون في كل عام، فكانوا يخرجون جميعا فيقربون عنده القوابين ويدعون ويسألون ونحوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يرفض أن يخرج معه، فما سجد صلى الله عليه وسلم لصنم ولا سأل صنم ولا عبد صنم. فذات مرة
طالب لما لا تخرج معنا؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فأصر أبو طالب وخرج وقال إني أخشى عليك أن تمسك آلهتنا بسوء اخرج ولو لأجل أن تكثر جمعنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. قالت فما لبث إلا أن ولدناه قد رجع. فلما دخل علينا قامت إليه عمادهم وقلنا له ما ذهب وما ردك؟ قال إني خشيت أن يكون قد مسني لمن. فقلنا له لا والله لا يمسك اللمن وأنت لك من الخصال الطيبة منك. ما الذي حدث؟ قال ما جئت عند صنم واقتربت منه حتى رأيت رجلا أبيضا طويلا يقول لي يا محمد وراءك. قال فكلما اقتربت من صنم يأتي إلي هذا الرجل ويقول يا محمد وراءك، أي لا تقترب من هذا الصنم. أراد الله حفظه فحفظه في صدره من أن يمس الأصنام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بعدها في عيد الله. وأما حفظه صلوات الله وسلامه عليه في شبابه فقد كان على شباب معروف وأخلاق كريمة، ومما يدل على ذلك أن الله حفظه كذلك من رذائل ما يبتلى به الشباب. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري لما قاموا ببناء الكعبة وقامت قريش بإعادة بناء الكعبة، فكان العباس والنبي صلى الله عليه وسلم يحملان الحجارة يساعدان في بناء الكعبة. فقال له عباس وكان قريبا منه في السن، قال له ارفع إزارك فاجعله على كتفك يقظة الحجارة، أي بدلا من أن تحمل الحجارة على عظم كتفك ارفع عبارك واجعله على كتفك. ولم يكن العرب يومئذ يعرفون ما يسمى بالملابس الداخلية. فلما فعل انكشفت عورته فطفق وطمحت عيناه إلى السماء وخر صلوات الله وسلامه عليه على الأرض ولم يفق إلا هو يكون إزال ولم ترى له عورة بعد هذا اليوم صلوات الله وسلامه. فلم يكن يخالط ما يفعل الشباب ويأتي الشباب من الرذائل، بل قد أوتي من الشمائل والخيرات الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومما شرفه الله عز وجل به من الأخلاق والشناهي أنه كان يعرف بين قومه بالأمين، وذلك بما له من الخصال الطيبة والأوصاف الكاملة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحيا بينهم والكل مجمع على عظيم خلقه وعظيم أوصافه صلى الله عليه وسلم حتى رقبوه بينهم بالأمين. ومما يدل على ذلك أنهم لما قاموا يعيدون بناء الكعبة بعدما أصابتها السيول فقاموا يعيدون بناءها، فلما انتهوا من البناء وجاءوا إلى الحجر الأسود ليجعلوه في مكانه وهم يعرفون شرف الحجر الأسود، قامت كل قبيلة من القبائل تطالب بأن تحمل هي الحجر إلى مكانه حتى تنازعوا نزاعا شديدا وكادت أن تكون حربا ضروسا بينهم في المسجد الحرام. فلما اشتد النزاع قال رجل منهم
وهو المغيرة المخزومي، قال: ليحكم بينهم أول داخل إلى البيت الآن. قالوا هذا الرأي، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مرحلة الشباب. فلما رأوه هللوا جميعا، وقال الأمين الأمين، وفرحوا بذلك. وهذا مما يدل على أنه كان يحيا بينهم صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق، ولذلك كانت هذه حجة عليهم بعد ذلك لما جاءهم بالرسالة صلى الله عليه وسلم وكذبوا. ثم لما كانت كذلك حياة الشباب والرجولة، كان صلى الله عليه وسلم مما رباه الله عز وجل به أن كان يكدح في الحياة ولا يعتمد على غيره ولا يعتمد على الناس، فينشأ مدللا ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة. إنما كان صلى الله عليه وسلم كذلك يكدح في حياته لأجل أن يتربى تربية الرجولة الكبيرة. وكان من أعظم ما كان يكدح به صلى الله عليه وسلم من أجل كسبه رعي الغنم. رعي الغنم مدرسة تربوية عظيمة للناس جميعا، وإلا فالأنبياء جميعا تقريبا رعوا الغنم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقالوا: يا رسول الله وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قربات. رعي الغنم بتقدير الله عز وجل لأجل أن يتربى تربية يريدها الله سبحانه وتعالى. فإن من منافع رعي الغنم أن ذلك يكسب في راعي الغنم الصبر والتحمل. فإن راعي الغنم عادة ما يخرج في أول النهار بغنمه ولا يعود إلا في آخره، وهذا يستلزم منه الصبر يومه كله، هو يمشي في الشمس والحر وغير ذلك. كذلك الغنم لها حياة بطيئة في كل أحوالها، في الأكل والشرب والمشي، فهي بطيئة. وهذا يولي في راعي الغنم الصبر والتحمل، وكذلك سياسة البشر. فكل من سيقود الناس ينبغي أن يتحلى بهذين الوصفين، الصبر والتحمل. وكذلك من المنافع التربوية لراعي الغنم أنه يكسب التواضع. أي نعم، فإن راعي الغنم ينام بجوار الغنم ويأكل بجوار الغنم، وربما أصابه شيء من بولها أو رواتها أو نحو ذلك، وهذا الإنسان يعيش هذه الحياة البسيطة، فهي من أسباب إبعاده عن الكبر، لأن ذلك يجلب عليه التواضع. وهذا أيضا خلق عظيم يحتاجه كل من يقول الناس. كذلك من المنافع التربوية العظيمة التي تكون في رعي الغنم أنها تورث الرحمة والرأفة في قلب الراعي. أي نعم، فإن الغنم ربما تصاب في أثناء الرعي، ربما تمرض، ربما يعتدي عليها ذئب أو عدو أو وحش، فالراعي هو أول من يقوم بإسعافها، فهذا يكسبه الرحمة والعطف والشفقة في قلبه. كذلك من المنافع التربوية العظيمة في رعي الغنم أنه يكسب الشجاعة. فرعي الغنم يعيش في حياة مفتوحة، الصحاري غالباً، وفي الأماكن الخالية، مما يعرضه ربما لاعتداء الوحوش والسباع وغير ذلك. ولذلك فهو يتعود على ذلك فيكون قلبه فيه قوة، فيكتسب بذلك الشجاعة والقوة في ذلك. كذلك من هذه المنافع العظيمة أن رعي الغنم يجلب على الراعي كثرة التفكر، ولا سيما لو كان صالحا دينا، فإنه يكثر التفكر في آيات الله وفي خلق الله وفيما جعل الله عز وجل من سنن في خلقه.
فالجو من حوله خالي يؤهله لذلك. ولذلك كل هذه المقومات كان يتربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها مما كان ذلك تأهيلا له صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة بعد ذلك. وهذا ما يأتي الحديث عليه في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، كفر عنا الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادة المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل من ترى راحة لنا من كل شر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.